مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا بحضرتكم معنا الى حلقه جديده في برنامج النداء. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم فضيله الشيخ الدكتور محمد حسان. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك. حياك الله دكتور. حياك الله وبياك. الله يبارك فيك. اراك قد يعني لانت دعوتك بعض الشيء ولان جلدك ولان اسلوبك عما كنت عليه سلفا يمولاً، اليس كذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الغر الميامين صلى الله وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فلا شك ولا ريب أن مرحلة الشباب لها عنفوانها وشدتها وقوتها. أما مرحلة الشيخوخة فلها أحكامها أيضا، فضلا عن أن الرؤية ربما تكون قد اتسعت وقد اختلفت. والعيش مع القرآن ينور البصر والبصيرة وينور القلب والأركان. الله. والنظر إلى حال الأمة بعين الحب يجعلك رحيما ودودا. وأقول لك يا دكتور محمد، أي قلب يخشى الله جل وعلا لن تجده أبدا غليظا قاسيا في نصحه للأمة. لا يجيد الرحمة والأدب والحكمة والتواضع. أسأل الله أن يجعلني وإياك من أهلهم. اللهم آمين يا رب العالمين. من أهل هذه الصفات. آمين يا رب. لا يجيد هذا إلا القليل. أما الصوت المرتفع والغلظة والفظاظة والقسوة والبذاء، هذا ربما يجيده كل أحد. حسنت. فالكلمة المتفلتة، الكلمة المرتفعة الوتيرة والصوت ربما تصل إلى الأذان لكنها لا تصل إلى القلوب. اسمع مني هذه الجملة. تفضل. قوة الحجة أبلغ من حجة القوة. جميل. قوة الحجة أبلغ من حجة القوة. نعم. يعني أنت قوي. تمام. ربما تقهر بدني. أفرض عليك شيئا ما. يعني. تقهر بدني. لكن لن تقهر فكري. لن تقهر روحي. لن تقهر قلبي. أما إن تغلبت علي بقوة حجتك أذعنت. ولا يعرف الشوق إلا من يكابده. ولا الصبابة إلا من يعانيها. فكم من كلمات نظرت محمد تولد حية وتبقى الحياة فيها حتى بعد موت أصحابها. جميل. ده يعتبر نوع من أنواع تغيير المنكر بالكلمة أيضا، بالكلمة الجميلة. بالكلمة المهذبة. دي مهمة من؟ مهمة العلماء أولا. تمام. والدعاء. نعم. ثم مهمة كل مسلم يستطيع أن يعبر بكلمة جميلة رقراقة مهذبة. وإن لم يكن لديه علم يا مولانا يستطيع أن يغير المنكر بلسانه؟ نعم. العلم التغيير بالأدلة. تقول قال الله قال الرسول، هذا شأن العلماء. نعم. وشأن الدعاة المتخصصين. أما الدعوة العامة، التغيير العام يستطيع كل أحد. بل ربما تجد من آبائنا وأمهاتنا، ربما تجد منهم من يسمعك كلاما يبكي عينك، بل يبكي قلبك قبل عينك. وأنا جربت هذا. وأنا أحب مع من؟ أحب الجلوس مع هؤلاء الأكارم الأفاضل في قريتي وفي غير قريتي. أحب أن أستفيد من خبرة هؤلاء. لا تستعلي على أحد، بل خذها نصيحة مني. تفضل. إذا خرجت من بيتك يا دكتور محمد ووقعت عينك على أي أحد فإياك أن تتوهم أنك أفضل منه. فإن كان أكبر منك سنا فربما سبقك في الطاعات والخيرات، وإن كان أصغر منك سنا كان أقل منك في الذنوب والمعاصي والسيئات. أحسنت. وإن كان يضاهيني سنا فنحمد الله على الهداية. الله يفتح عليك. فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. نعم. نعم. فعلى كل مسلم أن يعلم يقينا أن الكلمة الجميلة هي التي تغير.
الكلمة الطيبة ضرب الله لها في القرآن أروع المثل، فقال سبحانه: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين أي عن القول الثابت، ويفعل الله ما يشاء. أنا أقول الشجر منهم ما يثمر في الصيف، نعم، ومنهم ما يثمر في الشتاء أو الخريف أو الربيع، لكن الشجرة الطيبة لا تتأثر بالمناخ ولا بعوامل التعرية ولا بالريح، بل ولا تحطمها معاول الهدم والبطش والطغيان. لقد حاول أهل مكة مع الطفيل بن عمرو الدوسي ألا يقترب من سيدنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وخافوا على الطفيل وهو السيد في قومه في قبيلة دوس أن يسمع القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظلوا يحذرون ويحذرون حتى ملأ أذنيه قطنا حتى لا تتسرب إلى أذنه كلمة. يقول: فأبى الله إلا أن يسمعني، فرأيت محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جوار الكعبة يصلي، وسمعته يقرأ القرآن، فقلت: يا طفيل إنك رجل لبيب شاعر عاقل، اسمع. فأخرج القطن من أذنيه وسمع القرآن، فأشرق قلبه بنور التوحيد والإيمان، وذهب إلى النبي نفسه قال: أبسط يدك لأبيعك، وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الشاهد أن الكلمة الطيبة يا دكتور محمد لا تحجبها السدود، ولا تمنعها العوائق، ولا تحجزها الحواجز، ولا يستطيع إعلام عبد الله بن أبي بن سلول إعلام النفاق ولا إعلام الدجال أن يوقف الكلمة الطيبة، بل هي كالماء العذب الزلال الذي إن اعترضته صخرة في مجراه ما توقف عن السير، وإنما بحث عن مجرى آخر ليواصل سيره ومسراه، ليصل إلى القلوب التي شاء لها الله جل علاه أن تصل إليها الكلمة الطيبة. الشاهد لإخواني وأخواتي، أنت ترى المنكر أمام عينيك وبين يديك، فلا تكن سلبيا يا أخي. يا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. بين لنا الصديق رضي الله عنه فهمنا الخاطئ للآية، فقال: إنكم تقرؤون هذه الآية تضعنا في غير موضع. هذا هو الموضع الذي يقصده الصديق. وأنا مالي، أنا مالي، أنت تغير الكون، امشي جنب الحيط، مش وظيفتي، مش وظيفتي، عاوز أربي العيال، الحيطان لها ودان. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي، إلى غير ذلك. هذا هو الخطأ الذي أراد الصديق أن يصححه لنا. مال عليكم أنفسكم، يعني يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، الزموا لا أنفسكم. يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي إن قمتم بوظيفة الإصلاح بعد الصلاح. أنتم حققتم الصلاح في أنفسكم بالإيمان واهتديتم، لكن اعلموا أن هذا لا يكفي، بل يجب أن تكون صالحا مصلحا لغيرك. هو الصلاح في حد ذاته ليس منتهى أمل العبد في الأرض، لابد أن يكون مصلحا، لابد مش صالحا، لابد أن يكون مصلحا. أنا أهلك وفينا المصلحون الصالحون. الصالحون قال: نعم إذا كثر الخبث. نعم، إذا لابد لإنهاء الخبث أو لتقليله أن يتحول هؤلاء الصالحون إلى مصلحين، مصلحين يدعون إلى الله، يأمرون بالمعروف بالمعروف. على رسلك ثانية، كان الرسول صلى الله عليه وسلم محبوب لما كان صالحا في مكة، لما تحول إلى مصلح أصبح ممقوتا وممجوجا، وصبر وبلغ، وكل الأنبياء هكذا بالمصلح. ولم يتوقف. نعم صلى الله عليه هذه وسلم. هذه وظيفتنا. وهو المصلح مكروه يا مولانا، وسيظل مكروها من أهل الباطل والضلال والمنكرات. طب ما لو مصلحة هتتأثر وهتغير في بيتي، يعني أنا مالي بقى. من عاش لنفسه عاش سعيدا، لكنه يعيش صغيرا ويموت حقيرا. الله يسترك، مشارك بالخير. أما من عاش لدينه، من عاش لدينه
وعاش لربه نعم. وعاش لأمته، ورب الكعبة سيعيش سعيدا في الدنيا، بل سيكون من أسعد الناس في الدنيا. يا أيها الناس بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هذا نداء موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من سار على دربه، هذا خطاب للنبي وللأمة معه من بعده. فليس البلاغ أمرا خاصا به، النداء هنا للنبي تحديدا ليس للناس، للنبي عليه الصلاة والسلام وللأمة من بعده. فكل أمر من الله لنبيه ما لم تدل الأدلة على خصوصيته فهو أمر للأمة. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. هل الأمر بالتقوى للنبي وحده؟ لا، للكل، بل للأمة جميعا. تمام. إلا إذا كان الأمر خاصا به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشاهد أنه يجب على كل مسلم إن استطاع أن يغير بلسانه. قد يكون مولانا نرتكز الواقع ليس لديه الجرأة أن يذهب ويتكلم، ربما يعني يسخرون منه، يتطاورون عليه، ربما لا إثم عليه إن عجز عن كيف يبرئ نفسه من ساحة الاتهام. إن عجز عن أن يغير بيده بلسانه، أن يغير بلسانه فليغير بقلبه. كيف يغير الإنسان المنكر بقلبه؟ جميل، جمل الله أيامك. بعض الناس يتصور أن هذا أمر نظري، يعني أتمنى له الهداية كذا، ربنا يهديه، أمر نظري آه. لكن اسمع إلى، ربما أذكر حديثين أو ثلاثة معك تفضل. روى الإمام مسلم في صحيحه، هو أنت ليه كلام فضلتك كله بالأدلة قرآن وسنة، ليه متتكلمش من عندك يعني؟ هذا هو السبيل الوصول إلى القلوب التي شاء الله لها الهدى. كثير من الأدباء بيتكلموا عن أنديتهم فقط، لا أدلة ولا متون ولا شواهد. فضلتك تصر على المتون والشواهد، لماذا؟ أسأل الله أن ألا يحرمني هذه النعمة حتى ألقاه. هذا هو العلم يا دكتور محمد، المفروض أن يكون هكذا. هذا هو العلم، قال الله قال رسوله، قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، قال أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة وسفيان. أحسنت، هذا هو العلم. وغير وإن هذا ليس بعلم. وإن من الله عز وجل عليك بأن تقطف من هذا البستان اليانع الماتع وردا، لأنني لا أجمع وردا على ورود. الله، نعم. وردا، ما أجملك في كلماتك، الله يبارك فيك. نعم. لو استطعت أن تجمع وردا من هذا البستان اليانع الماتع لتجعل منه عقدا بديعا بهيجا لتطوق به أعناق كل فرد من أفراد هذه الأمة الميمونة، فأنت إن شاء الله تعالى على درب سيد الدعاة وإمام المتقين الذي أمره ربه بقوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا الوحدي ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول الشيخ ابن القيم ولا يكون الرجل من أتباعه صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. بارك الله فيك. طيب، تغيير بالقلب. طيب. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، الله، حديث رائع. قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب. اللهم اجعلني وإياك وإخواني وأخواتي منهم، اللهم آمين يا رب، يأخذون بسنته. ننفع نبقى من أصحاب النبي؟ نعم، من حواريين ولم نره. لا، من حواريين وأنصاره. أما الصحبة لها شروط. طيب، من هو الصاحب؟ أنت ما شاء الله يعني، بارك الله فيك، نتعلم. الله يعزك. الصاحب كل حضرتك بحر يا مولانا، الله يستر ونغوص ونصطاد الليالي. الله يستر وياك، ربنا يبارك فيك. اللهم امين. الصحابي كل من راى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، راه راي عين. نعم، كل من راى النبي صلى الله عليه وسلم. طب رؤيا احنا ما تكفيش، ابو جهل راى النبي. صح، وابو لهب. ابو لهب راى النبي. عبد الله بن ابي بن سلول راى النبي. نعم، لا تكفي الرؤيا وحده. كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا لا يكفي، بل لابد من قيد ثالث، وهو ومات على ذلك. الله، لم يرتد. أكبر. نعم. فهناك من رأى وآمن وارتد، ليس صحابيا، رأى النبي وآمن ومات على ومات ذلك. على ذلك، هذه شروط الصحبة. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من نبي
بعثه الله في أمة قبلي إلا كان لو من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته واقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون يا رب سلم، ويفعلون ما لا يؤمرون. خلي بال حضرتك بقى للمراتب. أيوة. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، تمام، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، نعم، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الله أكبر. يبقى سمى جهاد القلب جهاد. جهادا. كيف يكون الجهاد بالقلب عمليا؟ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. يعني عمليا باختصار، أن يرى الله من قلبك بغضك لهذا المنكر الذي عجزت عن تغييره بيدك ولسانك. هقوم من المجلس. طب لو ما قدرتش اقوم من المجلس لسبب او لاخر. احسنت. يبقى الاول ان يرى الله من قلبك ايه؟ انكاري لهذا المنكر الذي يحدث وبغضك له. نعم. وكرهك له. والله يطلع على قلبك، انت كاره ولست راضيا لهذه المنكرات. نعم. المتجذره والمتفحشه في المجتمع. نعم. بل وربما تبكي بين يدي ربك جل وعلا ومش قادر اتكلم ولا قادر امشي. لا يستطيع ان يغير بيده ولا يستطيع ان يغير بلسانه. فبالقلب يكره. فإن استطاع في مكان يجلس فيه فيه المنكر أن يتركه ويقوم، يجب عليه أن يتركه ويقوم. ولو ما قدرش يمشي من المجلس. ولو لم يستطع فلا إثم عليه ولا حرج عليه. أضرب لك مثالا. تفضل. هب أن رجلا مسلما يركب وسيلة مواصلات. نعم. ويسمع ما لا يرضيه. فنصح السائق أو من معه أن يكفوا عن هذا. نعم. الذي ربما يصل إلى الطعن في ثوابت. نعم. هذا الدين. نعم صحيح. وفي أصوله وأركانه. نعم. كثيرا ما يحدث. فلم يستجيبوا بل نهروه كما تفضلت. نعم. وسبوه. نعم. واستهزأوا به وسخروا منه. هذا لا إثم عليه ولا حرج عليه إن كان مضطرا لأن. نعم. يظل في. نعم. هذه. نعم. الوسيلة لأنه مرتبط بموعد أو بعمل أو نحو ذلك، فلا إثم عليه ما دام ربه جل وعلا يعلم من قلبه أنه خيرا. كاره لهذا المنكر ولا يقبله ولا يرضى عنه، ويشهد الله على عجزه على عدم قدرته على تغييره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر صحيح مسلم، من لم يحدث نفسه، عمل قلبي، من لم يحدث نفسه بالغزو، من لم يغزو الأول ده بالإيد بقى وبالنفسه، من لم يغزو في سبيل الله أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. الله أكبر. نعم. يبقى حديث النفس هذه مسألة في غاية الأهمية. خطير. كلام خطير. ويقول عليه الصلاة والسلام الله عليه وسلم في رواية مقابلة بقى رواية سهل بن حنيف في صحيح مسلم، من سأل الله الشهادة بصدق. نعم. سأله فقط. الله الشهادة. يعني اللهم بلغني مراتب الشهداء والشهادة بصدق. نعم. والله يعلم الصادق من الكاذب. بلغه الله منازل الشهداء. وفي رواية ولو مات على فراشه. ولو مات على فراشه. ولو مات على فراشه. الله أكبر. نعم. يكون شهيدا. خالد مات على فراشه. ابن الوليد على خالد ابن الوليد. نعم. سيف الله المسلول بعد هذه الغزوات والمعارك. شهيد. نحسبه كذلك يعني. سيد من من. نعم. من سادة الشهداء رضوان الله عليه. نعم. بل هو سيف الله المسلول بشهادة رسول الله. صلى الله عليه وسلم. ولذا قال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ونية. يبقى النية. صد. فنية المرء خير من عمله. نعم. فجهاد القلب ليس سلبيا بل يترتب عليه سلوك ويترتب عليه عمل.
أعظم هذا أن يحترق القلب، هذا أعظم عمل. بل أنا أرى أن مرتبة الجهاد بالقلب يا دكتور محمد لا يجوز للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن ينفك عنها حتى في المرتبة الأولى في التغيير باليد وفي الثانية بالتغيير باللسان، لا يستطيع. الله أكبر. قريب لو غيرت بيدك وأنت لست صادق النية فما لا قيمة لهذا التغيير. أحسنت. ولو غيرت بلسانك بدون صدق النية لا قيمة لهذا التغيير، ربما يكون وبالا على صاحبه. نعم. فالنية مسألة في غاية الأهمية، أن تبتغي بقولك هذا أو بتغييرك لهذا المنكر أو بكرهك وبغضك وبكائك أحيانا تبتغي بهذا وجه الله وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يزيل هذه المنكرات وأن يحل محلها الصالحات والطيبات. اللهم امين يا رب العالمين. يعني في نصف دقيقة الله سبحانه وتعالى كان يأخذ الأقوام السابقة لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. نعم. عدم التناهي عن المنكر قد يعم به البلوى. نعم. ولتكن هذه وصية الختام. تفضل. روى الإمام الترمذي وغيره بسند الحسن. نعم. أنه صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل وهو مقيم على معصية فيقول له اتق الله اتق الله لا يصلح لك هذا. تمام. ثم يلقاه من الغد وهو مقيم على ما هو عليه من الذنوب والمعاصي فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيلة وشريبة وقعيدة. يا رب سلم. فضرب الله قلوب بعضهم ببعض وقال سبحانه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. الله أكبر. واللعن طرد من الرحمة. واللعنة طرد من الرحمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ذكرت الحديثين إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه يشكو الله أن يعمهم بعقابه، وفي لفظ إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه يوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده ثم يدعونه فلا يستجيب لهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما أو مظلوما. أما قال يا رسول الله يعني مظلوما لا بأس قال عرفنا كيف ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما قال أن تكفه عن الظلم. هذا أيضا إن استطعت. لا بارك الله فيك. نعم. شيخنا الكريم نفع الله بك باذن الله تعالى. سيدي الكريم طيب بارك فيك. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم فضيله الشيخ الدكتور محمد حسان وحتى يضمن لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في امان الله. يا ايها الناس اسمعوا هذا النداء ان الذي ناداكم رب السماء فاذا سمعتم في الكتاب نداءه قولوا سمعنا ربنا ولك الولاء سبحانك اللهم إذ ناديتنا فنصحتنا ومنحتنا شرف الدعاء يا أيها شرف عظيم للورى فتأدبوا وتعلموا قيم الوفاء يا أيها نادى بها من آمنوا من كان أهل الخوف أو أهل الرجاء فإذا أمرتم والتزمتم فافرحوا وإذا نهاكم فانتهوا بعد النداء